انا كان يعني كان لي حظ ان انا يعني كنت قريب كابتن محمود خطيب، يعني لا ادعي بطوله، ولكن كنت مسافر معاه في احدى في اخر رحله له في افريقيا، وهو كان لاعب، والحقيقه كان يوميها بيسطر تاريخ للاجيال اللي جايه بعد كده في الالتزام ككابتن للفريق، وكان يعني في العطاء. وكان كنا في الرحله دي كان الكابتن انور سلامه كان المدير الفني، وكان كابتن صلاح حسني المدير الاداري، وكانوا ربنا يديهم الصحه والعافيه الاثنين، من الناس اصدقاء اللي انا بحبهم وبحترمهم جدا. وكان الكابتن الخطيب رغم انه كان الفارق السن مش كتير، لكن كان نموذج في الالتزام. واذكر انه الاهلي يعني منعي مرمى بهدفين، وكان كابتن محمود على دكة البدلاء، وتم استدعاءه للمشاركة في الشوط الثاني أو آخر وقت في الشوط الثاني، وكان نموذج الحقيقة في الالتزام والدعم المعنوي لزملائه. كابتن محمود كان في برضه واقعة ثانية، الحقيقة كان في أحد الاحتفالات في مركز شباب الجزيرة من حوالي سنة يمكن أو أكثر شوية، وكان بيتم تكريم فيها بعض نجوم القدامى في اللعبة. ويوميها الاضواء الحقيقه كلها تسلطت على كابتن محمود، رغم العدد الكبير الناس كانت موجوده في زمن المهندس خالد عبد العزيز لما كان وزير الشباب والرياضه. انا مش انا اللي هتكلم على كابتن محمود، الحقيقه انجازاته هي اللي بتتكلم عنه وتاريخه واخلاقه.